سيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله وحسينا الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود الحمد له لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونعوذ بوجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد الفعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب من برنامجكم دمع العين على استشهاد الإمام الحسين الذي يجمعنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأعلام حيث نركز فيه على سيرة حياة سيدنا الحسين عليه السلام حديث حلقتنا اليوم عن تعجيل الانتقام لقتلة الإمام الحسين وما نزل بهم من البلاء قال ابن كثير ليعلم أن أكثر ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله صحيح فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض وأكثرهم أصابهم الجنون دخول الحية في منخري ابن زياد ولقد انتقم الله عز وجل من ابن زياد على يد المختار ابن أبي عبيد وكان ابن زياد بالموصل وذلك بعد تطاول الفتن وترادفها وكان في 30,000 فبعث المختار إلى إبراهيم بن الأشتر في طائفة سنة 69 فالتقى بابن زياد فقتله على الفرات في يوم عاشوراء وكان من غرق من أصحابه أكثر مما قتل وبعث ابن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختار فنصب في المكان الذي نصب فيه رأس الحسين رضي الله عنه ثم ألقاه وأصحابه في اليوم الثاني في الرحبة فجاءت حية تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيها ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة وكان في ذلك عبرة لأولي الألباب وممن نزل بهم البلاء رجل كثر سواد الناس على الإمام الحسين فعمي قال ابن الجوزي
قال الحذاء بن رباح القاضي: رأيت رجلا مكفوفا قد شهد قتل الحسين، وكان الناس يأتونه ويسألونه عن ذهاب بصره، فكان يقول: شهدت قتل الحسين، ولكني لم أضرب بسيف ولم أرمي سهم. فلما قتل الحسين رجعت إلى المنزل وصليت العشاء ونمت، فأتاني آت في منامي فقال لي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما لي وله؟ فأخذني وجذبني جذبة شديدة وانطلق بي إليه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المحراب مغتما حاسرا عن ذراعيه آخذا بخده، وبين يديه نطع وملك قائم بين يديه، وفي يدي الملك سيف من نار، وكان لي 9 من الأصحاب، فقتل أصحاب 9، كلما ضرب الملك أحدا التهبت نفسه نارا، فكلما قام الملك صاروا أحياء فقتلهم مرة بعد أخرى حتى قتلهم 7 مرات. فدنوت من النبي صلى الله عليه وسلم وحبوت إليه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، والله ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. فقال لي: صدقت، ولكنك كثرت السواد، أدن مني. فدنوت منه فإذا طشت مملوء دما من دماء الحسين، فكحلني من ذلك الدم، فانتبهت أعمى لا أبصر شيئا. وممن نزل بهم البلاء مشارك في قتل الحسين مات محترقا. قال ابن الجوزي: وحكي أن رجلا ممن شهد قتل الحسين يوم عاشوراء، أي شارك في قتله، قال: وعلى وجه الاستخفاف، ما أكثر ما يكذب أهل العراق ويقولون إنه لم يشهد قتل الحسين أحد إلا أصيب ببلاء، وإني حضرت يوم قتله ولم يصبني بلاء ولا شيء، وكان ضيفا عند قوم، فقام ليصلح السراج فتعلقت به شرارة من المصباح فاشتعل نارا ومات على المكان. وممن نزل بهم البلاء رجل لم يشارك في القتل، ولكن جلب الحديد فنال ما نال. وأورد ابن الجوزي حكاية عن قتلة الإمام الحسين فقال: قال الفضل بن الزبير: كنت قاعدا عند السدي، فجاءه رجل فجلس إليه، فإذا منه ريح قطران، فقال له السدي: أتبيع قطرانا؟ فقال: لا. قال له: ما هذه الرائحة؟ قال: شهدت عسكر عمر بن سعد فكنت أبيع لهم الحديد، فلما قتل الحسين يوم عاشوراء بت في المعسكر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم والحسين وعلي معهم، وهو يسقي الماء من قتل من أصحاب الحسين، فاستسقيته فأبى أن يسقيني، فقال لي: ألست ممن أعان علينا؟ فقلت: بل كنت أبيعهم أوتاد الحديد. فقال لعلي: اسقه قطرانا، فناولني قدحا فشربت منه، فكنت 3 أيام أبول القطران، ثم ذهب عني وبقيت هذه الرائحة علي. وإلى هنا نكون قد أنهينا الكلام على تعجيل الانتقام لقتلة الحسين وما نزل بهم من البلاء. تابعونا بالحلقة القادمة: دمع العين على استشهاد الإمام الحسين، براءة أهل السنة والجماعة من مقتل الإمام الحسين الشهيد رضي الله عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحسينا يا
الصالح.